ينضم إلينا خبير السياسات البيئية الدكتور رمضان حمزة. مرحبا بك دكتور. كيف يمكن الحد من العواصف الترابية وما هي أسباب كثرتها في العراق؟ سلام وكل عام وانتم بخير. الحقيقة مسألة العواصف الترابية هي مسألة قديمة، بس الحكومة العراقية السابقة استطاعت إلى حد معين السيطرة على هذه العواصف وتقليل تأثيرها بزيادة الموارد المائية بإنشاء سد حديثة ومجموعة سدود وقنوات وسداد، ويعني توفير الموارد المائية بالمنطقة أدت إلى زيادة الغطاء الأخضر، والغطاء الأخضر يؤدي بطبيعة الحال إلى تثبيت التربة. الصحراء الغربية الحقيقة والبادية الغربية اللي هي مكملة للجزء سواء سوريا اللي هي 70% حدود ويا الأردن، حدود 80% ويا السعودية والكويت بنسب أكثر، هذه المناطق أيضا غير مستغلة. والعراق أيضا في ظروف الحرب الغطاء اللي كان موجود على هذه المنطقة اتفتت من جراء الاستعمار ومن جراء الإهمال. فالمنطقة الحقيقة بعدم توفر موارد مائية، يعني خزين مائي قليل في السدود العراقية، جفاف البحيرات الطبيعية عين شتاتة ولحقتها الساوة وحمرين وحبانية في الطريق، كل هذا أدى إلى تقليص الرطوبة في التربة وبالتالي زيادة حركة الغبار في المنطقة. ويضاف إلى ذلك أن المنطقة بها يعني ناحية سياسية، المنطقة الصحراء الغربية أو نسميها صحراء الأنبار، منطقة يعني بها مكامن من الغاز. حق العكاز أحد الشواهد أنه حاليا الصراع الروسي والأوكراني والصراع الموجود حاليا على الغاز، فالمنطقة الحقيقة فيها مكامن غازية ونفط ومعادن، يعني حتى الكريستال الموجود من الرمل، كل هذا يؤدي إلى أن يكون هناك قد يكون هناك أيدي خفية من وراء، يعني عدا أن الطبيعة وتغييرات المناخ والجفاف اللي ذكرنا وقلة الموارد المائية، قد يكون هناك أيدي خفية تعمل على زيادة هذه العواصف في المنطقة، وبالتالي جعل أن العراق يحتاج إلى تثبيت هذه المنطقة بطريقة أو بأخرى، وبالتالي أن يكون هناك شركات أخرى في المنطقة للحصول على هذه الموارد.